والمدير يا جبل والمدير يا جبل والمدير يا جبل والمدير يا جبل المهم الرايد لا يهان 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 وراه راه حق مشروع وراه راه حق مشروع ويا مدير افهم معانيك ويا مدير افهم معانيك ويا مسؤول افهم معانيك ويا مسؤول افهم معانيك في المستشفى تهم سوء التدبير ديال الموارد البشريه بالاخص وسوء الخدمات المقدمه للممرضين وهذا كيعندو انعكاسات سلبيه على حتى صحه المواطن. كيفاش بغيتي واحد الممرض اللي هو اصلا ما موفرش ليه الظروف الجيده للعمل بغيتيه يعطي المواطن خدمه بجوده عاليه؟ الاداره ما حدها ساده قنوات التواصل بيننا وبينها وانا ما غتحققناش المطالب اللي كنعتبروها قانونيه وشرعيه، فرحنا غندوزو للمراحل الاخرى من التصعيد ومن حركات ومحطات نضاليه اخرى، ولكن ما كتستجبش للمطالب. هذا هو المشكل، المطالب اللي كنعتبروها حنا عادله، ما زعما ابسط ظروف الاشتغال خصها تكون عندنا، هذا الشيء اللي كاين. اليوم نحن كمكتب اقليمي للنقابه المستقله للممرضين وتقني الصحه نقوم بوقفه احتجاجيه داخل المستشفى الاقليمي للعيشه. احتجاجا على السياسه اللي كتنهجها الاداره ديال المستشفى. لحد الان الاداره حوالي 3 سنوات تحريم الممرضين رغم قيامهم بالحراسه بشكل مستمر، الا انهم اليوم ما كيتقاضوش التعويضات ديالهم، بل هناك من يتقاضى تعويضات جد 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 هزيله، بالاضافه الى ان اداره المستشفى تقدم وجبات هزيله لا ترقى والتطلعات ديال الشغيله. وبالنسبة للنقطة الثالثة أن عندنا معينين هنا مؤقتين، ممرضين معينين مؤقتا في تمارة، اليوم توصلوا بتعييناتهم منذ شهور، أن المدير أبى أن يحتجز هاد الناس هادو وغادي يخليهم هنايا في تمارة وهما مصرين على أنهم يمشوا للتعيينات ديالهم كما عينتهم وزارة الصحة والمديرية الجهوية. وشكرا والسلام عليكم. معكم فقير عبد الرزاق، عضو المجلس الوطني وكاتب اقليمي ديال النقابة المستقلة للممرضين وعضو السكرتارية ديال المكتب الوطني المجلس الوطني. هذه الوقفة جاءت من بعد التماطل ديال المدير الذي يرفض سياسة الحوار ويرفض كل ما هو يدفع بالامام للممرض في استهزاء سافر بالتعويضات التي يجب ان يحصل عليها الممرض في المركز الاستشفائي للعيشة، والحوار الذي دام اكثر من سنة بدون نتائج
المدير الذي يصر على إنهاج سياسة التماطل جميع المطالب الذي نسطرها على أرض الواقع، ويأبى إلا أن يقوم بسياسة الأذان الصماء. ولهذا قمنا بهذه الوقفة التي ستكون محطة بداية لمجموعة من الوقفات التي ستأتي وسيقررها المكتب الإقليمي لتمارة الصخيرات، عمل تمارة الصخيرات. ونحيي المناضلين الذين أتوا بكثافة للتعبير عن مدى غضبهم ومدى تشجج بهم لسياسة الإدارة الرعناء الهوجاء، ونحييو جميع المناضلين. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.